بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان محمد نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران برای کسب اذن سفر به محل مسابقات به بارگاه ملکوتی امام هشتم شرفیاب می شود تا روح و دل را جلا بخشد و سبکبال عازم 57 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در کوالالامپور مالزی شود. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض قد استمعنا قبيل لحظات إلى التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ السيد محسن حاجي حسني كركر المشارك من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا